نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هناخد أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم إظهار الحلق. أولا الإظهار الحلقي، يعني إيه إظهار؟ لما بقولك يظهري حاجة معينة يعني إيه؟ يعني وضحيها وبينيها، والمقصود بالحرف الموضح ده اللي هو النون أو التنوين. طب حلقي يعني إيه؟ حلقي لأن حروف الإظهار بتخرج من الإيه؟ من الحلق. طب ايه هي حروفه؟ همز هاء عين حاء غين خاء، دي اسمها حروف الايه؟ الاظهار. يبقى فهمنا ان الاظهار عشان بنظهر النون او التنوين، وحلق لان حروف الاظهار بتخرج من الحلق. الاظهار الحلقي بيجي في كلمة او كلمتين، يعني ممكن تلاقي في كلمة وممكن بيجيلك في كلمتين. طب تعالوا ناخد مثال كده، يومئذ خاشعة. طبعا احنا عرفنا شكل التنوين، عندك تنوين بالكسرتين، تمام كده، بعدها حرف الايه؟ الخاء، والخاء دي من حروف ايه؟ من حروف الاظهار. يبقى انا كده معنى كده ان انا هبين التنوين واقول يومئذ خاشعة، يبقى انا ايه؟ ما اجيبش غنة، فما ينفعش تقولي يومئذ خ، لا طبعا، يبقى انت كده غلطتي، لان ده الحكم هنا اسمه ايه؟ اظهار حلقي، يعني تظهري التنوين بغير غنه ايه زائده. ده معناه ان اخراج الحرف المظهر من مخرجه بغير غنه زائده. طب الغنه فين؟ الغنه في جسم حرف النون اساسا، ولكن انت ما بتجيبهاش ايه زائده، يا دوبك بس تظهري النون او التنوين. عين انيه، تنوين بعده همز، يبقى ده حكمه إظهار حلقي. يبقى أهم عندي حاجة تخلي بالك من التنوين أو النون، تشوف الحرف اللي جاي بعده وتحفظ الحروف بتاعة الإظهار. يعني عين آنية تنوين بعده همز، ده حكمه إظهار. يبقى أقول عين آنية نارا حامية، طعام إلا نار حامية، جنة عالية. أنا جبت غنة في النون المشددة بس، بس عندك تنوين بعده عين، برضو ده حكم إظهار حرف. وعلامة الإظهار هنا في التنوين هتلاقي الفتحتين قد بعض والكسرتين بيجوا قد بعض بالظبط، مفيش مسافة بينهم. أما التنوين بالضم بتلاقي إن الإيه؟ الضمة مقلوبة، فده علامته في التنوين. تعالوا بقى ناخد النون مثال مع من عين. النون هتلاقيها ايه؟ عليها رأس حاء بعدها عين، يبقى ايه؟ العين من حروف الإظهار، يبقى ما اجيبش غن، هقول من عين، من علق، ينهى. طبعا هنا جايلك في كلمة واحدة، نون ساكنة بعدها هاء، ده حكم إظهار. أنعمت الأنهار، برضو جايلك ايه؟ في كلمة واحدة، يبقى ممكن يجي في كلمة أو كلمتين. ولو لاحظنا هنلاقي النون برضو عليها ايه من علامات الاظهار الحلقي؟ النون بتلاقي عليها رأس حاء، يبقى اول ما تشوفي النون عليها رأس حاء من غير ما تفكري تعرفي ان ده اسمه ايه؟ حكم ايه؟ اظهار حلقي. يبقى اهم حاجة عندي احفظي الحروف، همز هاء عين حاء غين. طب اشمعنى اظهرنا في الحروف دي؟ لان النون بتخرج من طرف اللسان، والحلق والحروف الاظهار بتخرج من الحلق، ففي تباعد بين مخرج النون وبين ايه؟ وبين حروف الاظهار. فعشان كده العلماء سهلونا علينا وما عملوش فيها غنه وحصل فيها اظهار. فكلما تقاربت الحروف، كل ما يحصل تقارب بتتاثر الحروف معايا، اما لما بتبعد ما بتتاثرش الحروف معايا. وبكده يبقى انتهينا من درس اليوم وحكم الإظهار، واستنوني إن شاء الله في الحلقة القادمة عن الحكم الثاني وهو الإدغام. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.